تمام يا دكتور. طيب تمام، كل سنة وانتم طيبين الأول إن شاء الله. ترم طيب على خير كده جميعا. احنا هبتدي برضو ريكورد إن شاء الله المحاضرة. المحاضرة الأولى إن شاء الله هنبتدي مع بعض، وهنشوف كده الجزء بتاع الهيدرولوجي هيبقى شكله إيه. تمام. طيب شير من. طيب شايفين معايا كده البداية، عندنا الباوربوينت. تمام تمام يا دكتور. طيب احنا المحاضرة الأولى إن شاء الله هنشتغل النهاردة اللي هي Getting Down to Hydrology and Water Resources Engineering. الهدف منه إيه؟ الهدف إن احنا عايزين نطمن من الموديولز دي تبقى موجودة عندنا. تمام؟ اللي هو في نهاية الجزء ده، الجزء الخاص بالWater Resources والHydrology، عايز الطلبة المفروض إن شاء الله كل واحد يبقى خارج منها فاهم يعني إيه Water Resources أو الموارد المائية، والمطالب الWater Demands أو المتطلبات المائية، سواء للصناعة، للزراعة، للدوميستيك اللي هو الاستخدام الشخصي. ولازم يكون عامل استيميشن أو تقدير للعناصر المختلفة بتاعة الدورة المائية أو الهيدرولوجيك سايكل، سواء تمام والريفر هيدرولوجي، بحيث نقدر كمان نعمل إدارة للسنوية أو اللونج تيرم كمان للستورج في الريزرفوار. بمعنى إيه الريزرفوار هنا؟ بمعنى ده اللي إحنا هناخده إن شاء الله برضو خلال الفترة بتاعتنا، اللي هي الخزان أو البحيرة اللي خلف السد. مش لازم خزان بمعنى مقفول، إنما ممكن يكون خزان بمعنى إن أنا بقدر أخزن فيه المية بتاعتي. تمام كده؟ طيب الريزرفوار هنشوف الدام أوبريشن زي ما قلنا، هنشوف الفلو ميجرمنت إزاي نقدر نقيس إيراد النهر، وإزاي نقدر نعمل داتا أناليسيز. طب عشان تبقوا عارفين معايا كده الشغل هيبقى عامل إزاي، بإذن الله إحنا المحاضرات بتاعتنا كل حد وأربع. الجزء بتاعنا عبارة عن سبع محاضرات. تمام؟ هتبتدي النهاردة أول محاضرة 24 مارس أونلاين، وطبعا كل محاضرات الأربع أونلاين، وكل محاضرات الحد فيس تو فيس إن شاء الله في الكلية. أول محاضرة اللي هي الجزء بتاع الهيدرولوجي والووتر ريسورسز إنجينيرينج، وهيبقى برضو عليه مسائل عشان نقدر نقيم فهمكم فيها إيه وشيت. وبعدين يوم 28 مارس هنبتدي بقى جزء من الهيدرولوجيك سايكل ندرسه بالتفصيل، زي الأمطار والتساقط وإزاي نقدر نحسب الدبس كالكوليشنز. يوم 31 مارس هنرجع ناخد الووتر لوسز اللي بتطلع من البريسيبيتيشن، وهنشوفها خلال المحاضرة دي معناها إيه. يوم 4 أبريل هناخد الرينفول رانوف والعلاقة بين الرينفول رانوف، رين فول اللي هي الامطار المتساقطه، الران اوف السيول اللي ماشيه على وش الارض. هل كل الميه اللي بتنزل على طول بتمشي على وش الارض كسيول، ولا في جزء منها بيختفي وجزء هو اللي بيمشي كسيول؟ هنشوفها. ولو في جزء وجزء يبقى نحسبه ازاي، لان احنا كمهندسين مدني الجزء اللي يهمنا الجزء اللي ماشي على وش الارض ده، علشان نشوف هقدر استفيد منه ازاي، وهقدر كمان أمنع خطورته إزاي، لأن ممكن الحاجات دي تبقى خطيرة، إن هي ممكن زي ما بتشوفوا بتتجمع في الشوارع، بتوقف للمرور، ممكن تعمل ماس كهربائي مع أعمدة النور. فلازم أبقى عارفة كمية المية قد إيه عشان أعمل ديزاين لشبكة الصرف مثلا، أعمل أو أصطادها من بره اللي هي اسمها حصاد الأمطار قبل ما تخش على المدينة أو على المنطقة بتاعتي، أعمل لها دام. طب قيمة الدام ده قد إيه؟ برضو ده هنشوفه. بعد كده في الدامز والريزرفوار أوبريشن، الدامز الكميات وأطواله وعرضه والدايمنشنز دي هنشوفها، وهنشوف الريزرفوار أوبريشن. طب أنا بنيت الدام زي ما بتسمعوا دلوقتي في قصة سد النهضة،
الملء والتخزين، دي اسمها الريزرفوار اوبريشن، اللي هي كيفية إدارة الخزان. أفتح البوابات بقى بتاعته كلها وأفوت المية سنويا، ولا أقفلها وأفتح في سنوات الجفاف بس والباقي أحتفظ بيه؟ تمام، دي برضو استراتيجية، ودي من ضمن الحاجات اللي الناس إيه اللي مصر عمالة هي والسودان تتفاوض بيها مع أثيوبيا. دول مجموعة المحاضرات الأساسية اللي أنا هشتغل معاكم فيها إن شاء الله في الهيدرولوجي. بعد كده في هيبقى فاضل محاضرة واحدة Irrigation and Water Quality، اللي هي مواصفات المياه الري ونوعيتها، إن شاء الله الدكتورة سامية هتعملها معاكم هي، ومحاضرة أخيرة على كل الجزء اللي خدناه بتاع الهيدرولوجي والمراجعة بتاعتها، لأن غالبا هو ده اللي هيبقى الشريك أكبر على نمرة الميد تيرم. وكده يبقى الجزء بتاعنا إن شاء الله بيخلص يوم 14 أبريل، عشان تبدأوا بعد كده تاخدوا بقى الأجزاء التانية اللي هي الري والصرف والجراوند ووتر. تمام كده؟ طيب دي الكورس اوتلاين. الريفرنس لو حد منكم طبعا عايز يستعين او يستزيد بكتب، دي اغلبها الكتب اللي احنا طلعنا منها المحاضرات بتاعتنا. تمام؟ لو عايزين تشوفوها، وطبعا المحاضرة هتبقى موجودة عندكم بالتفصيل ومتسجلة وموجودة على الأقل لمدة أسبوعين، لو عايزين تداونلود عايزين تسمعوها أكتر من مرة تبقى موجودة. طيب هنبدأ النهاردة أول حاجة تعريف الهيدرولوجي والإنجينيرينج هيدرولوجي. الأول قبل ما نبدأ، هل في أي مشكلة أو في الكلام اللي احنا بنقوله ده في الأوتلاين؟ حد عنده أي اعتراض أو عايز حاجة تتغير أو كده؟ تمام. طيب الهيدرولوجي والإنجينيرينج هيدرولوجي ايه السكوب؟ ثواني معلش نلغي السبتايتل. ان هيدرولوجي بندرس ايه؟ بندرس اول حاجه الدوره المائيه اللي اسمها هيدرولوجيك سايكل، والامكانيات المختلفه بتاعتها او العمليات المختلفه البروسيس المختلفه. هندرس حاجه اسمها الووتر بالانس، لان ربنا سبحانه وتعالى لما ادانا الميه دي كانت في على طول اتزان مائي، ما بيزيدش وما بيقلش، انما الميه بتتحول من نوع لنوع. في كذلك دراسة البريسيبيتيشن تايب، أنواع التساقط المختلفة، وتقييم البريسيبيتيشن وتحليلها. ده الجزء بتاع الهيدرولوجي. كذلك في الهيدرولوجي بنقيس كمية الانفلتريشن أو المية اللي بتنزل تحت تخترق الأرض، وبنشوف كده إزاي نقدر نحسبها. تمام. طيب المية ابتدت تتساقط، قسنا كمية المية اللي بتتساقط، قسنا الجزء اللي بينزل في الانفلتريشن أو بيتسرب إلى داخل الأرض، هيبقى فاضل إيه؟ الجزء اللي ماشي على وش الأرض برضو اللي اسمه ستريم فلو أو الران اوف، برضو بنقيسه عشان نحسب الديسشارج. تمام. ونشوف بقى نقدر نعمل الهيدروجراف اللي هو علاقة المية بالمسافات بتاعتنا. يبقى الديفينيشن بتاعت الهيدرولوجي، لو قلت لك عرف لي ايه علم الهيدرولوجي، يعني مثلا ايه الفرق بين هيدرولوجي وهيدروليكس. تمام. الهيدروليكس زي ما انتم عارفين غالبا بيبقى خاص كده هيدرو هيدرو، الاثنين علوم مياه، انما في واحد خاص بعلاقة المياه وعلم المياه وعلاقتها بالطبيعة والأرض زي الهيدرولوجي. في جزء اللي هو ميكانيكا الى حد ما، المياه والتصرفات، عشان كده في الهيدروليكس بتاخدوا طرق تصرف المياه في البايب لاينز وفي الاوبن شانل وكده. انما هيدرولوجي على شكلها الرئيسي اللي هي الووتر في الفورمز الرئيسيه وعلاقتها بالارض، زي الامطار، الثلج، المطر، المياه اللي على موجود على وش الارض بصفه عامه، سواء في انهار، محيطات، بحيرات، وبتنبع منين وبتروح لفين. وعلشان كده لو اتكلمنا على دراسة مثلا كمية المية اللي بتيجي لنهر النيل، هتبقى دي أغلبها water resources and hydrology، لأن المية بتنزل كأمطار على جزء منها على بحيرة فيكتوريا وجزء منها على الهضبة الأثيوبية،
وبعدين تبتدي تتحرك على وش الأرض وتتجمع في الأنهار اللي هي النيل الأزرق والنيل الأبيض، ويلتقوا في الخرطوم ويطلعوا على نهر النيل عندنا في مصر. طيب السكوب بتاع الهيدرولوجي بتاعنا عبارة عن إيه؟ إيه السكوب بتاعي الأساسي أو التركيز بتاعي هنا؟ التركيز إن إحنا المية طبعاً دي حاجة valuable natural resources for human and animal life، وبتبقى مهمة جداً زي ما قلنا في الأغراض المختلفة سواء domestic, industry و agriculture، فبتركز عليها علشان أعرف كميتها وكيفية الحصول عليها. بتفيدنا كمان في إيه؟ في الجزء بتاع الباور جينيريشن والنافيجيشن والفيشري، يعني هو فتحة سد العالي ده مش بس يهمني فيها كمية المية اللي هتوصل لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، لا في أغراض مختلفة طبعا زي إيه؟ الفتحة دي هتشغل توربينات إزاي عشان تعمل لي باور جينيريشن، أو كمية المية اللي ماشية دي قد إيه بحيث المراكب اللي ماشية في النيل دي ما تبص ما توقفش ما تعرفش تتحرك خلاص. كذلك كمية المية اللي ماشية دي صالحة علشان تعمل بيئة بحرية كويسة والأسماك تقدر تعيش فيها ما تبقاش قليلة فتبتدي تموت. تمام. في كذلك importance جامدة جدا للهيدرولوجي بصفة عامة علشان بتعمل إدارة للموارد المائية سواء عن طريق الري والصرف، سواء عن طريق توفير كمية المية اللي محتاجها للشرب، سواء حاجة اسمها الفلات كنترول أو التحكم في الحماية من السيول. وبالمناسبة إحنا مثلا زي ما أنتوا عندكم سمعتوا أكيد عن كود مثلا للسويل ميكانيكس في كل الخرسانة بتعملوا تصميم منها، في للستيل في كذلك أندر كونستراكشن دلوقتي وأنا المقرر بتاعه إن شاء الله، كود بيصدر من وزارة الإسكان لحماية مصر من السيول والأمطار. تمام. فالفلات كنترول بقى شيء مهم جدا وبيقدر يدمر حاجات كتيرة قوي، فلازم يتحط له مواصفات في الديزاين من البداية. ووتر لوجينج كمان الحتت اللي المية فيها بتبقى عالية فممكن تموت الزرع أو ممكن تقعد في الإساسات وتبوظها، والسالينتي كنترول التحكم في الأملاح اللي موجودة، والهيدرو باور والنافيجيشن زي ما قلنا. طيب دي الهيدرولوجي بشكل عام. طب الانجينيرنج هيدرولوجي الاسباب بتاعتها الاساسيه ايه؟ الانجينيرنج هيدرولوجي طبعا بتنبع من استخدام الانسان للميه والمصادر المائيه. ابتدى الانسان يقول خلاص انا هشتغلها يبقى لازم يبقى فيه هندسه للموضوع ده. تمام. فالانجينيرنج هيدرولوجيست او الراجل الهيدرولوجي ده او مهندس موارد المياه بيبقى متداخل في ايه؟ في الحاجات دي كلها. اول حاجه التخطيط لقصه الميه، يعني على سبيل المثال هنديكوا حاجه وليس الحصر زي ما بيقولوا، الجزء مثلا بتاع التجمع الخامس والتجمع بصفه عامه دي لما جت تتخطط، لو بتتخطط ومعاهم من ضمن التيم مهندس هيدرولوجي تمام او مهندس موارد مائية، اكيد كان ابتدى اول حاجة ياخد باله منها الارتفاعات والانخفاضات والاماكن اللي فيها بخرات السيول، فما كنتوش هتلاقوا لما بيحصل شوية مطر ان المطر بيتجمع في حتت ويعمل بركة ويوقف الطريق مدة طويلة. تمام. دي كانت محتاجة تتخطط من الأول إن المية ما يخشش كده. بعد كده لازم برضو يكون قادر يعمل أناليسيس، طب لو المية أنا لو ما دخلتش يبقى أنا محتاجة أحط دامس خارجية أو أحط لها معوقات بحيث ما تخشش، يبقى في أناليسيس تتعمل علشان أحط مواصفات دي، وبناء عليه بعد كده هعمل ديزاين وكونستراكشن إنشاءات وتشغيل البروجيكت دي فور ذا كنترول. أو ممكن أسمح إن المية تدخل بس أبقى عامل حسابي إنها لما تدخل هقدر أصرفها بشكل معين. تمام. دلوقتي في حاجة اسمها Sustainable Drainage System إن أنا أدخلها مثلا في الحدائق، وممكن نشوف أمثلة بعد كده كتير على الكلام ده. ونشوف كمان المهندس الهيدرولوجي ده الهدف منه يستخدم المية، المفروض بالذات مصر يعني أنتوا بلد عندها قحط وعندها ندرة مياه، فالمفروض مية الأمطار دي ما يتبصلهاش إنها كارثة زي إحنا ما بنشوف ونقعد نقول في سوء أحوال جوية وفي أمطار
احنا المفروض نشوفها انها نعمة، انما نقدر to utilize او نستخدمها ونعمل management للwater resources. اخر حاجة اللي هي الهيدرولوجيك كالكوليشن، نقدر نعمل بقى حسابات هيدرولوجية بحيث ان انا اقدر احدد كمية المياه اللي موجودة المتوفرة والطرق الاستخدام الامثل او طرق الحماية المثلى. تمام كده؟ طيب استخدام الـ using of engineering hydrology بقى بيبقى فيها ايه؟ اول حاجة يقدر يحدد اكتر كمية مية اقدر استفيد بيها مثلا في حالة الفيضانات. حاجة تانية اقدر اعرف كمية المية المتاحة والتغيرات اللي فيها. تمام؟ يبقى دي مهمة جدا. انت النيل مش مصدر دائم للمية زي ما شفنا دلوقتي موضوع سد النهضة، يبقى كمية المية اللي جاية هتبقى اقل. طب ازاي اعمل هندسة بحيث اشتغل المية المتاحة دي اوفرها؟ يبقى المهندس المدني ده هو اللي هيبتدي يقول لبتاع الزراعة انا عندي الـ available water ليك الجزء ده بس، فهيبتدي يغير يحسن الحاجات الزراعية. يقول للراجل بتاع الصناعة ده الافيلابل، يبقى هو اللي بيحط الووتر بادجت كأنه هو الاقتصادي اللي في الموضوع. تمام؟ بعد كده هم يبتدوا يتصرفوا بيزد على كده. كذلك يقدر يلاقي العلاقات بين الكاتشمنت سيرفيس والجراوند ووتر ريسورسز، يعني المية لو هيحصل لها انفلتريشن. طب ما هي المية مش مفقودة، احنا على وش المية اه ما لقيناهاش، بس بتبتدي تتسرب للجراوند ووتر او المياه الجوفيه، ممكن استخدمها ليتر اون ان انا ادق بير واستخدم الميه دي بعد كده. الاكسبكتد فلات فلوز اوفر سبيل واي كذلك. طب الميه اللي دخلت دي ابتدت تتحرك فوق سبيل واي، ابتدى مثلا برضو مهندسين الطرق لو في مخر سيل بيخبط السيل بيخبط سوري الطريق، لازم يتعمل له حاجه اسمها كالفرت اللي هو برابخ اللي هو يمشي المية من تحت الطريق. ليه؟ لأن المية دي ممكن تهد الطريق. هل المية هتهد الطريق الأسفلتي؟ لا، هو مش هتهد الطريق الأسفلتي، إنما المية وهي داخلة لما هتخبط في جوانب الطريق، الطريق بيبقى الأسفلت فوق بيبقى فيه جزء متكوك عبارة عن رمل وزلط وسن، المية لو داخلة تفضل راحة جاية تبتدي تسحب الجزء الطبقة اللي تحت دي شوية شوية، تعمل تفريخ تحت الطريق، فممكن بعد كده الطريق ينهار ويكسر وممكن يحصل حوادث ضخمة، وده بيحصل كل سنة في سيناء وفي المنطقة بتاعت البحر الأحمر عشان معرضة لسيول كتير، إنما يعني ريسنتلي ابتدت العملية دي تتحل شوية. طيب required كمان الريزرفوار كاباسيتي، اقدر اقول التخزين هيبقى قد ايه علشان اعمل حمايه من قصه السيول دي والووتر سبلاي، وعلشان اقدر اقول هخزن الميه لمده قد ايه وابتدي احطها في السنين اللي عندي قحط او دراوت كونديشن. تمام؟ يبقى دور المهندس الهيدرولوجي دور ضخم جدا وبيخش في جميع المشاريع دلوقتي، بيخش في مشاريع زي ما قلنا الحماية من السيول، بيخش في مشاريع حماية الأراضي من أي حاجة سواء ووتر لوجينج أو سواء استخدام غير آمن للمية. ممكن كمان الهيدرولوجي بيخش في إدارة الخزانات اللي هي أو السدود الكبيرة والكالفرت كمان والمنشآت لحماية الأراضي أو حماية أي حاجة. يعني حاليا المفروض بقى في شرط اساسي لما يبقى عندك مشروع كبير سواء مثلا كومباوند صناعي او سكني، اول خطوه لازم تبقى مامنه كويس او من ناحيه الميه. فابتدى اول دراسه بقت مع الانفايرمنتال امباكت اسسمنت بيتحط دراسه الحمايه للمنطقه دي. طيب كذلك الهيدرولوجيك هاردوير اللي هو الرين جيجز، الأجهزة بقى اللي بنشتغل بيها لازم تبقى فاهمها. الرين جيجز دي هنشوفها بالتفصيل، ما انت علشان تقدر تعمل تصميم لأي حاجة لازم تعرف الحاجة اللي انت عايز تمنحها أو تستغلها دي قيمتها قد إيه، يبقى لازم تقيسها، يبقى لازم يكون عندك رين جيج، لازم يكون عندك ستريم جيج. ستريم جيج يعني تقيس المية السيل عن طريق أجهزة معينة، الرين جيج يعني بتقيس كمية المطر عن طريق أجهزة معينة، وعندك كذلك سوفت وير او كمبيوتر موديل
علشان تحلل الكلام ده وتعمل فوركاست. يعني دي صورة هي معاكم عند في مصر في جزء اللي على الشمال ده، طبعا واضح ان هو اسكندريه، وادي مثلا مشكله مطر نزل 3 4 ساعات وغرق الدنيا. المفروض لو انت عندك سيستم صح تبقى عارف كميه الميه قد ايه، وحاطط السيور سيستم بناء عليه اللي هو الدايمتر بتاع المواسير قد ايه والفلو هيبقى قد ايه، زي ما درسته في هيدروليكس. الهيدروليكس محتاج ياخد من الهيدرولوجيست الكيو وكميه المياه اللي جايه، تمام. والسيستم ده لازم يتصمم على كده. على الشمال ده او على اليمين هنا دي صور شايفين كميه المياه دي في اماكن في سيناء برضو في مصر، وممكن للاسف تكون لو في حاجه في مجرى السيل ده مباني او عمارات بتلاقيها بتقع وتنهار بالكامل. طيب النقطه الاساسيه اللي احنا هناخدها النهارده في المحاضره بتاعتنا اللي هي الهيدرولوجيك سايكل، تمام. الهيدرولوجيك سايكل بتاعنا متكون من ايه؟ فيرست الكوندنسيشن، تمام، اللي هي يعني ايه او خلينا نشتغل من اول بريسيبيتيشن. البريسيبيتيشن لو انا خدت اول حاجه الجزء ده اهو الكوندنسيشن، ان انا عندي او سوري البريسيبيتيشن، الجزء ده البريسيبيتيشن بتاعه عباره عن ايه؟ البريسيبيتيشن اللي هي التساقط. ما بنقولش عليها رين فول ليه؟ لان الرين فول هو الامطار، اللي هو التساقط على شكل فلويد، على شكل ميه. انما لو في تساقط على شكل سنو بيبقى جزء من البريسيبيتيشن. فيبقى البريسيبيتيشن كل انواع اللي بيسقط من السماء على الارض كحاله سائله هيبقى رين فول، كحالة متجمدة هيبقى سنو أو هيبقى آيس أو هيبقى برد على حسب حجم المية المتجمدة اللي بتنزل دي. أول ما تبتدي تنزل هنا زي ما انتوا شايفين تبتدي تنزل على عندها ثلاث سكك ملهاش حل ثالث. أول سكة إنها تمشي على وش الأرض كده سيرفس ران اوف أهو، هتبتدي تمشي على وش الأرض وممكن تتخزن في البحيرات، تمام، ممكن تتخزن في الانهار، وده وضع زي ما بيحصل زي ما كنت بقول لكم على الجزء بتاع اثيوبيا، ان الميه بتنزل على الهضبه الاستوائيه على الارض وبعدين تبتدي تتجمع على الجبال وتبتدي تخش عن طريق الجيوغرافيك الجزء اللي جغرافي يعني من العالي للواطي تمشي عادي وتتجمع في مسار النهر وتيجي عندنا، تمام. عشان كده مصر بيقولوا ايه؟ مصر في الداون ستريم، لان المنسوب مصر بيوصل لزيرو عند ايه؟ عند البحر المتوسط. والصعيد اسمها الصعيد من الصعود، ان هي جنوب مصر اعلى من شمال مصر والميه ماشيه اندر جرافيتي في النيل. طيب المطر نزل اول حاجه اللي هي السيرفيس ران اوف ممكن تخش تمشي في الستريم فلو. طيب دي لو فضلت على وش الارض ممكن يحصل لها حاجتين تانيين، يا اما تدخل جوه يا اما ترجع للهواء، ملهاش حل تالت رابع، يا اما تمشي على وش الارض يبقى ستريم سيرفيس ران اوف وبعدين ستريم فلو، او تخترق الارض. لما هتخترق الارض بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها بيركوليشن، يعني تبتدي تخش، او انفلتريشن اللي هو تسريب، وبعدين تبتدي تمشي جوه الارض، وبعدين اول ما تخش في المنطقه بتاعه الساتوريشن زون يبقى اسمها جراوند ووتر او مياه جوفيه، تبتدي تتحرك في المياه الجوفيه. المياه الجوفيه ممكن تطلع تاني في حته تانيه لو حطينا ابار، او لو كان في عيون مفتوحه زي ايه المنطقه بتاعه عيون موسى، زي المنطقه بتاعه سيوة والفرافره والوحادي، تمام. طيب يبقى اول حاجه مشيت على وش الارض او دخلت جوه. الحل الثالث والاخير انها تبتدي ترجع على الاتموسفير تاني. عشان ترجع على الاتموسفير تاني اهو زي ما احنا شايفين هنا يحصل تبخر. طب انا عندي نوعين من التبخر، واحد اسمه ايفابوريشن وواحد اسمه ترانسبيريشن. ايه الفرق بينهم؟ زي ما انتم شايفين ترانسبيريشن بصوا لونه اخضر كده والايفابوريشن لونه ازرق، بمعنى ان الايفابوريشن من الارض من الميه بس اللي هو بخر الميه سواء من الارض او من اي سطح مائي،
إنما الترانسبيريشن هو البخر من أوراق الأشجار. أول ما هيحصل بخر هيفضل، هيبقى فيه هنا الشمس هتيجي تبتدي تحوله إيه، البخر ده تبتدي عم تحوله زي ما انتوا شايفين كده على شكل سحب. لما السحب تبتدي بتعلى عن طريق ان المية بتبتدي تتبخر فتطلع لفوق، ووزن ده البريشر، ووزن السحابة ينزلها لتحت. اول ما يحصل بالانس هنا يبتدي يحصل الكوندنسيشن، دي تبتدي يحصل نزول للأمطار. تمام؟ يبقى لو خدنا الخطوات بتاعتنا 1 2 3 لغاية 8، عندي نمرة 1 evaporation and transpiration اللي هو البخر بصفة عامة سواء من الأرض أو من النباتات، وممكن باخد ترم واحد أسميه evapotranspiration. في حاجة اسمها condensation، حاجة اسمها precipitation, interception, infiltration, percolation, runoff وstorage. هناخد واحدة واحدة هنا معانا. اول حاجه الايفابوريشن، ممكن اقول لك الايفابوريشن دي عباره عن ايه. فالايفابوريشن دي بتحصل نتيجه تغير الميه من الشكل السائل الى الشكل البخار الفيبر. فالايفابوريشن بتحصل من على سطح الارض، تمام، وبتحصل من الاوبن سورس، ممكن تحصل ثواني، ممكن تحصل من الاوبن ووتر، ممكن تحصل من على السويل او من جراوند ووتر قريب، او من ووتر ستورد على وش الفيجيتيشن، انما مش من الفيجيتيشن نفسه، لان من الفيجيتيشن نفسه بيبقى اسمها ترانسبيريشن. طيب تاني جزء اللي هو الكوندنسيشن. الكوندنسيشن العكس بقى، ان الجاز الفيبر ده يبتدي يتحول لليكويد اللي هو تكون السحب. علشان كده لو حد تاخدوا بالكم دايما الناس متوقع ان هو الفيبر ده او السحب عباره عن غازات. لا، انت لو مشيت بالطياره، لو حد كان راكب الطياره ومشيت وصل سحابه، بتلاقي ان بيجي على وش الشبابيك ابتدى يبقى يخبط كانه ميه. فهي في الجزء ده بيبتدي يتحول ويحصل له الكوندنسيشن اللي هو نتيجه الاتموسفير، الهواء يبتدي يتحول يسقع كل ما بيعلى ويفقد الكاباسيتي بتاعته تو هولد الووتر. واول ما يبتدي زي ما قلنا البالانس بين الهواء اللي بيتزق من تحت لفوق نتيجه البريشر ووزن النقطه دي من فوق لتحت، اول ما البالانس ده يبوظ ان الوزن يبقى اعلى يبتدي يحصل الامطار او البريسيبيتيشن التساقط. ليه بريسيبيتيشن؟ لان قلنا البريسيبيتيشن عباره عن رين اللي هي الامطار، سنو التلج، الهيل اللي هي النوع من انواع التلج بس بشكل مختلف، الفوج دريب اللي هي النقط اللي هي زي الضباب، دي بتعتبر نوع من انواع البريسيبيتيشن برضو، والسليت اللي هو عم زي التلج المياه المتجمده. طيب ايه الفاكتورز اللي بتاثر على البريسيبيتيشن؟ طبعا اهم فاكتور بيأثر على البريسيبيتيشن هو الاتموسفيريك بريشر، تمام، والويند لو في هواء كتير، لو في درجة حرارة عالية بيحصل الاتموسفيريك بريشر، واللاندسكيب. يعني أكيد اللاندسكيب لو مختلف، لو وهنشوفه دي في المحاضرة الجاية بتاعت البريسيبتيشن بالتفصيل. والبروسيس اللي بتجيب في البريسيبتيشن عندي ايس كريستلز أو كولاسيس بروسيس، هنشوفها بالتفصيل. فعشان كده أنا مش عايزاكو تقلقوا من الحتة دي، علشان دي هناخدها بالتفصيل المرة الجاية. طيب بعد كده في الـ interception. الـ interception ده عبارة عن ايه؟ ان المية وهي نازلة، انا قلتلكوا ليها ثلاث حلول، تمشي على وش الارض تتبخر تاني او يحصل لها تسريب. في جزء احنا نسينا نقوله او بحب اقوله هنا اللي هو الـ interception. المية وهي نازلة ممكن يحصل لها إعاقة على أي سطح، زي لو المية نازلة تقف على أسطح البيوت مثلا تقف فما توصلش للأرض، أو تقف على ورق الشجر أو على السيقان، تمام، بالذات في الحتت لو فيها أشجار كتير، أو لو حتة أربن كلها فتقف على الأسطح أكتر. فالإنترسبشن بيبقى جزء من على حسب الكفر، لاند كفر، لو في فيجيتيشن عالية، لو في ديبريشن ستورج،
تمام، بقول يبقى كمية المية اللي نازلة دي من الأمطار مش كلها تلمس السويل، فمش كلها بشوفها هيحصل لها تسرب ولا هيحصل لها ران اوف، بشيل منها الجزء بتاع الانترسبشن ده. في الانفلتريشن نمرة 5، الانفلتريشن عبارة عن ان في اي حتة في العالم ان المية وهي نازلة بتبتدي زي ما انتوا شايفين كده ممكن تخترق سطح الارض. سطح الارض عندي طبقتين اساسيتين اللي هم زي ما انتوا شايفين كده، الجزء ده اللي هي كابيلاري، الجزء الفيدو زون والجزء الساتوريشن، وفي بينهم حاجة اسمها كابيلاري فرينج. يعني ايه الفيدو زون؟ الفيدو زون يعني الانساتوريتد زون، يعني انا لو عندي طبقات التربة فيها نشوف كده، لو انا مثلا اهي طبقات التربة عاملة كده خلاص، عمرها ما بتبقى كلها، بيبقى فيه فراغات بينهم وبين بعض، تمام. ممكن المية بقى لما بتيجي تمسك هتلاقي المية بتمشي هنا في الفراغات، مش هتكسر هي، تمام. طول ما المية في حتت في الفراغات دي زي ما انتوا شايفينها فيها مية، وفي حتت ما فيهاش مية، يعني دي فيها اير لسه ما دخلهاش المية في الحتت الصفرة دي، فبقول ان الحتة دي عبارة عن دي اللي هي الفيدوس زون. برجع كده يبقول الحتة دي الفيدوس زون unsaturated، يعني المسافات بين كل جرين وجرين تانية بتبقى فاضية وجزء منها بيبقى مليان مية. طب اما في الجزء بتاع الزون اوف ساتوريشن، لا الجزء بتاع الزون اوف ساتوريشن بيبقى الجزء كله مليان مية، بيبقى كل ده كل الفراغات اتملت مية. عاملة زي ايه؟ علشان اديكم مثال بسيط جدا اظن انتوا اكيد فاهمينه، لو انت جبت مثلا كوباية مية ومليت لنصها رمل وابتديت تحط مية لغاية الربع مثلا، يبقى هتلاقي الطبقة اللي تحت فيها لغاية ربع الكوباية المية عملت ساتوريشن أو ملت كل الفراغات في الرمل. المرة المية الربع اللي فوق ده في حتة اتبلت اللي المية فاتت عليه، وفي حتة لسه فيها هواء، هي دي الفيدو زون، تمام. طيب طول ما المية ماشية في الحتة بتاع الفيدو زون دي بيبقى فيها انفلتريشن، تمام. إنما لما المية بتبتدي تخش في الجزء بتاع الساتوريشن بيبقى اسمها جراوند ووتر فلو او بيركوليشن. البيركوليشن هي ايه؟ هي حركه الميه داخل البوروس سبستنس، والووتر غالبا بيركوليتس تو ذا ليفل اوف ذا ووتر تيبل، تمام كده. طيب نمره 7 اللي هي قبل اخر واحده، اللي هي الران اوف، اللي هي الميه اللي ماشيه بقى على الوش. المية اللي ماشية على وش الأرض دي ممكن تبقى ماشية على وش الأرض أو في التشانل تبقى اسمها ستريم فلو. فالران اوف لو هي ماشية على وش الأرض، تمام، يبقى سب سيرف، تبقى سيرفس فلو. لو ماشية جوه التشانل اسمها ستريم فلو، تمام. الران اوف طبعا يختلف على حسب نوع الأرض، بيختلف على نوع السويل ازاي. يعني انا كميه المطر هو لو نازله في قريه او نازله في المدينه، ممكن المطر تمطر علينا هنا في القاهره وفي الجزء الريفي نفس المطر ينزل، تلاقي الريف كل الميه نتيجه ان الارض كانت طينيه اغلبه طينت الارض بس ما فيش ميه تاني يوم. انما القاهره عشان اغلبها طرق اسفلتيه ممكن وما فيهاش سيستم سيور دلوقتي، او بصفه يعني او في الاماكن اللي ما فيهاش سيستم سيور هتلاقي الميه لسه موجوده. اذا السويل تايب بيفرق كتير جدا في الران اوف. بارت اوف ران اوف ممكن يروح على الجراوند ووتر ويمشي كجراوند ووتر ران اوف قريب قوي من سطح الارض، اللي هي ايه يعني، خلينا نبص عليها كده يعني، معلش ارجع لكم عشان ما تتهوش. ممكن الميه تمشي كده يعني يحصل تبتدي تمشي قرب الجراوند ووتر قرب تمام، بس ما تخشش الجراوند ووتر، دي بنقول عليها جراوند ووتر ران اوف، تمام. طيب اخر
جزء اللي هو الستورج التخزين. طيب المية طول عمرها في حالة سريان ولا ممكن تتخزن؟ لا طبعا ممكن تتخزن، وممكن تتخزن في الثلاث أماكن اللي احنا بنقول عليها دول. ممكن تتخزن في الاتموسفيريك ستورج، ممكن في السيرفس ستورج، أو في الجراوند ووتر ستورج. طبعا الاتموسفيريك ستورج دي اللي هو التخزين على شكل السحب، يعتبر نوع من أنواع التخزين. السيرفس ستورج زي ما بنقول في البحيرات والمحيطات والأنهار. طب والجراوند ستورج اللي هي زي الخزانات الجوفية اللي أنا ممكن أدق بيه فيها وأسحب المية. الووتر ستورد في الأتموسفير بصفة عامة بيبقى موفابل طبعا، لأن السحب ما بتقفش في حتة، بتتحرك عن طريق الرياح، فممكن حتى تتحرك من قارة لقارة أخرى، from one to other continent. الووتر المخزنة في السيرفس كذلك، والجراوند تتوقف على الجيولوجيكال بارت، يعني برضو بتتحرك من بلد لبلد. اه طبعا، ما زي المطر، المية اللي بتجيلنا من ما بنقول في النيل اللي هي بتيجي من اثيوبيا والسودان وبتوصل لمصر، ادي نوع من انواع السيرفس فلو. طيب التخزين اهو. طب الجراوند ووتر ممكن برضو احنا في خزان ضخم جدا، خزان جوفي بتشترك فيه مصر وليبيا وتشاد والسودان، برضو المية بتتحرك على حسب الجيولوجيكال. طالما الجيولوجيا عالية في السودان والتشاد، فتبتدي المية بتتحرك وتخش على مصر وليبيا، وممكن هما يبتدوا يسحبوها. تمام كده. طيب الووتر بتبقى بتتخزن في السيرفس على شكل محيطات، أنهار أو بحار. في الأكوفر على حسب نوع السويل، سواء في خزانات جوفية صخرية أو رملية أو زلطية، على حسب نوع الفلو أو على حسب نوع الهيدرولوجيك بتاعتي. تمام. طيب النهاردة هندرس إيه بقى علشان ما يبقاش الجزء اللي كله ثيوريتيكال؟ النهاردة هنبتدي نحسب الووتر بالانس. مش أنا قلت لكم الهيدرولوجيك سايكل دي اللي هي حركة المياه من شكل لشكل لشكل، إنما المفروض متزنة. طب علشان تبقى متزنة يبقى في حاجة اسمها اتزان مائي، ووتر بالانس. الووتر بالانس ده بيقول إيه؟ إن كمية المياه الأفيلابل على وجه الأرض محتفظة بيها conserved وفاينايت، يعني محددة، إنما بتتحول من شكل لشكل. عشان كده الأماكن بتتغير من منطقة لمنطقة على حسب الكاتشمنت، ومن continents لcontinents. زي ما بتشوفوا مثلا الدول العربية ابتدى يبقى فيها إيه؟ سيول، وابتدى يبقى فيها أمطار، وفي نفس الوقت في أماكن في أفريقيا أو أماكن تانية في أوروبا ابتدى يحصل لها تصحر، فالمية ما مش فجأة زادت، لا المية غيرت مكانها من مكان لمكان نتيجة حاجات كتيرة قوي من ضمنها التغير المناخي. تمام. طيب علشان نبتدي بقى المسائل بقى لازم نفهم حاجة اسمها الكاتشمنت. تمام. طيب الكاتشمنت دي عبارة عن ايه؟ الكاتشمنت عبارة عن المنطقة اللي المفروض بيبقى عندي بحددها، أقدر أحسب فيها كمية المية اللي داخلة واللي خارجة. يعني كاتشمنت أو ووتر شيد أو درينج بيزن كلهم لهم نفس الاسم. المنطقة اللي مقفولة على نفسها أقدر أحسب لها الداخل واللي خارج وأساويه بالمخزون. زي ايه؟ ابسط مثال، ابسط حاجه، حمام السباحه. لو انا عندي حمام سباحه اقدر اعتبره كاتشمنت. ليه؟ لان الكاتشمنت دي المخزون في حمام السباحه يساوي كميه الميه اللي داخله الحمام السباحه ناقص كميه الميه اللي خارجه منه. نفس الكلام بقول عليه زي ايه؟ كاتشمنت مثلا زي الهضبه الاثيوبيه دي اللي نرجع لمرجعنا، كميه الامطار اللي بتنزل عليها تمام تساوي اللي هيتخزن في النهر زائد استهلاك الناس على وش النهر. خلاص. عشان كده مثلا دي القصه اللي مصر بتقول عليها، مصر كانت متعوده يجي لها كميه ميه معينه لان الامطار ثابته وكده. طيب الامطار ابتدت تنزل اهي، لو اثيوبيا ابتدت تخزن عندها كميه، يبقى من ناحيه الاتزان المائي مليون في الميه الجزء الميه اللي هتخزنها اثيوبيا دي
هتاخد جزء من اللي كانت ميه بتيجي للسودان والمصر، تمام؟ وبالتالي الحوض بتاع الحوض اللي اسمه ايه بقى، بنقول عليه الحوض الشرقي للنيل اللي هو اثيوبيا والسودان ومصر، له يعتبر وان كاتشمنت. والمعادله بتاعتي للووتر بالانس للكاتشمنت دي بيقول ان الاستورج تشينج، التغير في المخزون، يساوي الانفلو ناقص الاوتفلو بصفه عام. الانفلو هنا بيعتبر كل الانفلو، كل الميه اللي داخله داخله منين، في الكيس دي داخله كامطار، تمام؟ طيب خارج منها ايه الاوتفلو بقى؟ خارج منها ثلاث حاجات، خارج منها ايفابو ترانسبيريشن اللي هي البخر والنتح، خارج منها الرانوف اللي هي الميه اللي ماشيه في النهر، خارج منها جراوند ووتر الجي اللي هي اي ميه ممكن تتسرب من جوانب النهر او من قاع النهر يروح للمياه الجوفيه. خلاص، يبقى خلوا بالكم الجزء الاول من الشيت ده كله معتمد على المعادله الوحيده دي، ان اي تغير في المخزون المياه الستورج تشينج بيساوي انفلو ناقص اوتفلو. الكيس دي الانفلو بس كان بريسيبيتيشن، انما ممكن حاجات تانية الانفلو يكون برضو ران اوف داخله، تمام؟ يعني لو خدنا الكيس دي، خلوا بالكم الكيس دي ستورج تشينج في اثيوبيا، خلينا ناخد مثال اثيوبيا. الستورج تشينج في اثيوبيا بتساوي الامطار اللي نازله على اثيوبيا ناقص البخر اللي بيحصل ناقص الران اوف اللي بيروح للسودان والمصر ناقص الجراوند ووتر الميه اللي بتتسرب في القاع او الجوانب بتاعه النهر الى المياه الجوفيه عنده. طب لو خدنا نفس الكاتشمنت بس في حاله السودان، في حاله السودان هقول التشينج في الستورج بتاعها بيساوي البريسيبيتيشن لو في مطر بينزل عليها زائد الانفلو اللي جاي لها من اثيوبيا، زائد الانفلو اللي جاي لها من اثيوبيا كشكل ران اوف. لو داخل لها جراوند ووتر كمان من اثيوبيا هقول زائد الجراوند ووتر الانفلو ناقص الايفابور ترانسبيريشن ناقص الران اوف اللي رايح على مصر ناقص الجراوند ووتر اللي برضو خارج بيتسرب عندها في الارض او رايح على مصر، تمام؟ واضح كده؟ يبقى المعادلة احفظوها أحسن، إن الستورج تشينج عبارة عن انفلو ناقص اوتفلو. دايما دايما البريسيبيتيشن انفلو ودايما الايفابوريشن اوتفلو، إنما الران اوف والجراوند ووتر قد يبقوا انفلو وقد يبقوا اوتفلو، أو قد يكون انفلو في انفلو ران اوف واوتفلو ران اوف وانفلو جراوند ووتر واوتفلو جراوند ووتر. واضح كده؟ اهو مثلا مثال للكاتشمنت اريا، المنطقه دي اقدر اعتبرها كاتشمنت اريا. ليه؟ بصوا الحدود دي، دي جبل اهو قمه الجبل، الميه لما هتنزل على قمه الجبل جزء هينزل جوه وجزء هينزل الناحيه الثانيه، يبقى ممكن تكون دي حدود الكاتشمنت بتاعتي، دي حدود الكاتشمنت بتاعتي، وهنا برضو اعلى نقط هي حدود الكاتشمنت بتاعتي. ادي كيس اهو علشان تبقوا متصورين. فاهميني كده ولا كده مش واضحين؟ ممكن نسأل حد من الحضور ولا فاهمين ولا لا؟ ها، شكل الكاتشمنت كده واضح بالنسبه لكم؟ اه واضح. تمام. طيب خلينا نشوف كده. يبقى انا الكاتشمنت دي ببقى بحدد حدودها ازاي، ده اللي انا مهم قوي بالنسبه لي تفهموه، ان الحدود دي اللي سوري الحدود دي بتيجي ازاي، ان الحدود دي لو في نقطه ميه نازله كده ممكن تخش جوه وممكن تطلع بره، تمام؟ يبقى ده الحد. انما لو اي نقطه ميه لازم هتخش كده يبقى لازم اخرج بره، لازم اخرج بره. يبقى الحدود دي بتتحدد ازاي؟ عن طريق الارتفاعات، منسوب الارتفاعات والانخفاضات او الديجيتال اليفيشن موديل اللي هنشوف بعد كده. يبقى علشان كده قلنا ان ده حدود الكاتشمنت اهو، علشان اي نقطه ده كانه حد جبل يمين وشمال اوطى، يبقى ده الحدود الجبل. طيب الميه ممكن تيجي كده خلاص،
وده كمان ادي حدود الجبل بتاعي هنا. يبقى اي مية هتيجي هنا تيجي كده. المية لو هتيجي هنا ليها الحرية تمشي كده او تخش كده، يبقى ده الحدود. لو لازم تخش كده يبقى لازم امشي ورا واشوف الاليفيشن عامل ازاي. تمام؟ طيب زي ايه؟ زي الشكل بتاعي. وهو سبحان الله المطر لما بينزل، بصوا دي خريطة مصر اهو، جنوب مصر مش مصر كلها. جنوب مصر عند مين؟ عندي سوهاج وعندي اسيوط وعندي المنيا، بني سويف، الصف، الجيزة، والفيوم. المية لما بتنزل دي كلها الصحراء الشرقية، بتلاقي ان المية اوريدي بتبتدي تمشي. دي منطقة سلاسل الجبال بتاعت البحر الأحمر. تمام؟ بتلاقي ان المية بتحفر لنفسها مسار زي ما احنا شايفين كده، اللي هو مخر سيل، يبتدي يبقى رفيع ويتجمع كده زي الأنهار ويبتدي يصب في نقطة كده، يعني زي النهر اللي أنا كنت برسمه لكم ده بالذات. خلينا ممكن أرسمه لكم بلون أصفر مثلا أهو. النهر ده اسمه وادي، أو المخر السيل ده اسمه مخر سيل وادي إنا، وده مخر سيل مهم جدا وكان بيعمل مشاكل كتيرة جدا في إنا، ولازم يتحط عليه، اتعمل له مشاريع علشان يتحط دام عشان يحمي إنا من أي أمطار شديدة بتيجي. لأن زي ما انتوا عارفين المنطقة بتاعت سلسلة جبال البحر الأحمر عالية، والمية لما بتيجي فيها تبتدي تنزل باندفاع وممكن تدمر أي حاجة في سكتها. تمام كده؟ طيب أول اكزامبل بقى هناخده عشان ما يبقاش الشغل كله نظري. الأول أنا عايز أسألكم لو عايزين تاخدوا بريك ولا نكمل؟ لا نكمل نكمل. مش ما حدش عايز ياخد بريك. طيب هنكمل. يبقى الربع ساعة اللي في النص دي نكملها ونخلص على الساعة 2. اوكي ولا في اي حد معترض؟ تمام يا دكتور نكمل. طيب طيب احنا على العموم فاضل لنا حاجة بسيطة مش كتير، بس الجزء بقى العملي. تمام؟ طيب الاكزامبل واحد بيقول مثلا عايز، بيقول ان انا عندي في سنة من السنين عندي كاتشمنت المساحة بتاعتها كانت 2500 كيلومتر مربع، بتريسيف او بتاخد او بتستقبل 130 سنتي بريسيبتيشن. يعني ايه 130 سنتي؟ ما هو الامطار انا هقدر اقيسها ازاي؟ ابسط حاجه لو عايز تعرف كميه الامطار اللي نزلت في حته، بتحط ايه؟ بتحط زي اسطوانه مدرجه كده، زي مخبار مدرج، وفي منطقه بس تكون مكشوفه وبعيد عن اي بيت علشان ما الميه لو جايه بميل ما توقفش على السطوح، وتبقى ايه، وتيجي تحطها قبل ما بدايه المطر، وبعد ما المطر يخلص بتاخدها وتقيس الميه اللي جت قد ايه. ده الميه اللي جت دي قد ايه؟ عمق مطر. طب لو انا عايز اعرف كميه المطر اللي نزلت استيميشن، طبعا ما فيش حد في الدنيا يعرف يجيب كميه المطر بالتفصيل 100%. في طبعا اجهزه بقت احدث من كده بكتير وهنقولها بعد كده في جزء الامطار المحاضره الجايه، بس ده ابسط حاجه. لو انا بقى عايز احسب كميه المطر اللي نزلت على منطقه معينه على كاتشمنت معينه، يبقى هاخد عمق المطر ده اللي هو 130 سنتي، احوله المتر اقسمه على 100 واضربه في المساحه الكليه اللي هي 2500 كيلومتر مربع، اقدر اجيب الفوليوم بتاع الووتر اللي نزل. انا جبت الفوليوم بتاع الميه ليه؟ عشان هو ده لو انا هحط دام معينه يبقى ده مساحة أو حجم الخزان اللي أنا محتاجاه. خزان مثلا زي بحيرة ناصر لازم على الأقل تقدر تحتوي كمية المية دي. تمام؟ طيب يبقى 130 سنتي عمق المطر، يبقى دايما المطر بيتقاس بعمق. الـ average flow rate measured in the river draining the catchment، يعني كمية المية بقى بتاع الريفر اللي بتصرف من الكاتشمنت 30 متر مكعب. تمام؟ عايز يحسب، يبقى أنا مثلا لو
هنشوف الحل بتاعها، بس خلينا نشرح حتة حتة. يبقى الريفر اللي بيخرج بيعمل دريننج أو تصريف، بيخرج منه تصرف 30 متر مكعب كل ثانية. عايز يعمل إيه؟ أول حاجة يحسب الرنف اللي بيوصل للريفر كل سنة، تمام؟ التوتال رنف اللي بيوصل كل سنة، هو بيقول أنا بيطلع لي 30 متر مكعب في الثانية. طيب خلاص، يبقى أنت بدل ما تحول الثانية دي لسنة، تعرف قد إيه في السنة. يبقى 30 متر مكعب ثانية اضرب في 60، يبقى 30 متر مكعب دقيقة اضرب في 60 تانية، يبقى 3600، ده اللي بيطلع في الساعة. في 24 ساعة في 365 يوم، يبقى ده التوتال ران اوف اللي بيحصل في السنة الواحدة، تمام؟ very simple. طيب تاني حاجة بيقول، طيب estimate الأماونت of water lost due to combined effect of evapotranspiration and infiltration. بيقول لي طب احسبي لي بقى الفوليوم المية اللي بيفقد سواء من البخر والنتح أو من التسريب. طب أنا في المعادلة دي أو في المسألة دي لا في حاجة أحسب بيها evapotranspiration ولا حاجة أحسب بيها infiltration، إنما عندي حاجة تانية، أنا عندي كمية المية اللي بتنزل وعندي كمية المية اللي ماشية على الوش الأرض. يبقى أنا مش لو طرحتهم من بعض just abstraction كده، يبقى دي كمية المية اللي بتفقد. يبقى الجزء التاني عايز أحسب كمية المية اللي بتفقد من أي مصدر من المصادر، هي هقول هي total المية الانفلو ناقص الاوت فلو، ده اللي طالما ما فيش تخزين، هو ما جابش سيرة ان فيه تخزين، فهقول التوتال بريسيبيتيشن عبارة عن ايه؟ عمق المطر 130 سنتي هقسمه على 100، يبقى كده بالمتر، اضربه في 2500 اللي هي كيلومتر مربع. طب ما ينفعش متر يتضرب في كيلومتر مربع، فهضرب في 10 اس 6 عشان احول الاريا دي لمتر مربع. يبقى عندي التوتال بريسيبيتيشن او كميه الامطار اللي حاصله 3.25 بليون متر مكعب. طب وكميه دي في خلال قد ايه؟ لما اجي ابص هنا هقول لي ده التوتال اماونت اللي نازل ان جيفن يير. ان جيفن يير تمام، يبقى المفروض اخد ده بالسنه بقى علشان اطرح سنه من سنه، ما ينفعش اطرح حاجه بالسكند من حاجه بالسنه. يبقى أنا كنت حسبت السنة أهي 946 في 10 أس 6، معلش دي عايزة تتعدل. يبقى دي دكتور اتفضل. هو التوتال بريسيبيتيشن هيبقى 3.25 في 10 أس 6 صح ولا إيه؟ هي 2500 في 1000 في 1.3 تمام، يبقى كام؟ يعني هي 10 أس 6 بدل 10 أس 9. 10 أس 6، أوكي تمام خلاص، يبقى دي لازم نصلحها. 10 أس 6 تمام، برافو عليك، نحطها هنا كده. أوبا، عايزين سوبر، اوكي دي 10 اس 6، ودي كمان تبقى 10 اس 6 بالظبط مش 106، دي مكتوبه غلط صح كده، دي سوبر سكريبت تمام، يبقى كده مظبوط، يبقى دي 10 اس 6 صح. معلش هي 1000 ولا 1000 تربيع؟ ال 1000 تربيع. لا معلش، شفت معلش يا دكتور 1000. طب ليه 1000 مش 1000 تربيع؟ عشان اريا الكيلومتر، عشان اريا بالظبط، يعني دي كتب 9. ماشي راجع وراكوا بقى، مش ماشي، يبقى دي 9 ودي 6 زي ما هي صح. تمام، يبقى دي 9 3 وربع اس 9 ودي 10 اس 6، يبقى الرقم كده مظبوط. اوكي خلاص، يبقى كده تمام.
تمام بالظبط كده. تمام فكده يبقى صح. هشيل بقى التوتال لوس اللي هي كميه المطر التوتال في السنه ناقص كميه اللوس ناقص كميه الران اوف في السنه، جابت لي 2.3 في 10 او 2.3 بليون متر مكعب. طيب اخر حاجه، اخر حاجه في السؤال بيقول ايه how much precipitation is converted into river runoff، كميه المطر او نسبه المطر اللي بتمشي في النهر. تمام دي بسيطه قوي، مجرد percentage، يبقى كميه المطر اللي بتمشي في النهر هحط، يبقى كميه المطر اللي بتمشي في النهر برضو هحطها اقسمها على كميه المطر اللي اتحولت هنا. هصلح بس دي برضو تبقى 10 أس في 6 سوبر سكريبت، هقسمهم على بعض هلاقيها معرفش ايه 29%. تمام يبقى 29% يعني ايه 29% من المطر هو اللي حصل له السيول، والباقيين اللي هو 71% بيحصل له فقد. وعلى فكرة دي حاجة ريزنبل جدا، فعلا بيحصل فقد كبير جدا من المية عن طريق الترسيب أو عن طريق التبخر. تمام طيب آخر جزء في حاجة برضو يهمني أو تبقوا عارفينها اللي اسمها residence time اللي هو زمن الإقامة. زمن الإقامة يعني المية بتفضل قاعدة في نفس الحتة دي قد إيه، يبقى residence time اللي هي average duration للwater molecule اللي بتقعد في الwater body. دي بتفرق معانا إيه كمهندسين؟ يعني إحنا لو بصينا كده وهنحسبها في مسألة هناخدها دلوقتي، يعني هلاقي إن زمن إقامة المية في المحيط 2600 ل 3200 سنة. يعني إيه زمن الإقامة لنفس المية؟ يعني ما هو الزمن المحيطات دي موجوده من الاف السنين، من مش من مش 2600 بقى، ده اذا كان في كان من يعني ملايين السنين مش هنقول الاف بس. انما قصده بايه بالريزيدنس؟ قصده التجدد، ان المحيط ده الميه اللي موجوده اتغيرت كلها بقت ميه جديده خلال 3200 سنه. بمعنى السنو كفر بيتغير كل من شهرين لست اشهر، الجراوند ووتر الشالو القريبه من 100 ل 200 سنه. دي بتفرق معايا ايه؟ الميه اللي في الريفر بتتجدد، يعني انا لو جيت على منطقه في قصر النيل كميه الميه اللي موجوده دي هي هي كووتر مولكيول، لما اجي كمان شهرين لست شهور هيبقى نفس كتله الميه دي ممكن موجوده بس كتله جديده تجددت. زي ايه؟ زي حمام السباحه، انت كل ما هتروح تلاقي حمام السباحه لو على طول مليان مش معقوله يكون الميه دي موجوده من ساعه مثلا ما افتتحوا النادي ده لغايه دلوقتي، لا هي انت كل ما بتروح تلاقيه مليان، بس هو الميه بتتسحب بالتدريج وتتملي بالتدريج، لان الميه لو فضلت راكده بتعفن وبتبوظ، فالميه بتتسحب بالتدريج ويبتدي يحط ميه جديده، يا اما بياخدها هي هي يفلترها وتبقى كلوز سيستم ويدخلها تاني عشان يوفر ميه. انما نفس كميه الميه ما بتفضلش راكده في المكان نفسه، خصوصا لو الميه متحركه. تمام؟ عشان كده الميه اللي في الاتموسفير بتتحرك خلال ايام، الميه في النهر من شهرين لست اشهر، في البحيرات من 50 ل 100 سنه. تهمكم في ايه الكلام ده؟ الجراوند ووتر لو ديب لو عميق كل 10,000 سنه. يهمنا نمره واحد، نمره واحد في تلوث الميه. يعني معنى كده انا لو لوثت الميه اللي عندي دي في النهر النيل خلاص، معنى ان من شهرين لست اشهر بيتجدد بيجي لنا ميه جديده بقى. تمام؟ سواء من افريقيا او من بحيره فيكتوريا اللي هو ال 15% او ال 85% اللي بتيجي من اثيوبيا والسودان. معنى كده ان لو في مثلا خطه جاده خلال ست شهور نهر النيل ده ممكن ما يكونش فيه اي ملوثات، بس لازم خلال ست شهور تعمل ايه؟ توقف تماما اي تلوث يجي في النهر، اي حاجه اي بني ادم، الناس اللي بترمي سوليد ويست وبترمي الانهار بتاعته،
اي الليجل رمي، اي مصانع بتحذف، تمام؟ يبقى هو ده الريزيدنس تايم، ان المياه بتتغير خلال قد ايه، تمام؟ هناخد اكزامبل اتنين ده علشان تفهموه. بنقول ان بناخده على الاتموسفيريك ووتر، بنقول لو انا عندي الفوليوم اوف اتموسفيريك ووتر، الميه اللي في الجو ده على شكل سحب، على شكل اسمه بخار ماء، على شكل ضباب، 12900 كيلومتر مكعب حجم الميه اللي موجوده في الاتموسفيريك. الايفابوترانسبيريشن البخر اللي من الجو، ما هو اتكونت من البخر، 72000 كيلومتر مكعب كل سنه بيحصل بخر نتح ب 72000 كيلومتر مكعب في السنه، وبيحصل من بيحصل من من المحيط 505000 كيلومتر مكعب في السنه. بيقول استيميت الريزيدنس تايم للووتر مولكيول في الاتموسفير بالدايز. طيب حجم كتله الميه اللي ممكن يستوعبها الهواء 12900 كيلومتر مكعب. طيب سنويا بيطلع لي كام؟ 72000 من الايفابوترانسبيريشن و505000 من الاوشن. يبقى لو انا جمعت الاثنين مع بعض عملت ايه؟ جبت التوتال اتموسفيريك ووتر في السنه. طب هو ما يقدرش يستوعب غير القيمه دي، يبقى لو قسمت عليه هقدر اعرف القيمه بالير. يبقى عملت ايه؟ الريزيدنس تايم اهو، التوتال فلو ريت 505000 زائد 72000، يبقى ده التوتال اللي موجود في السنه، تمام؟ الكلمه دي المفروض في السنه، دي مكتوبه غلط، ان كتب هنا سكند، ما اعرفش ليه كتب سكند دي، تمام؟ دير، صح كده؟ خدت بقى الكمية اللي يقدر يستوعبها 12900، خدت ال 12900 قسمتها على التوتال السنوي، حاجة على السنة يبقى تطلع فوق بالسنة، يبقى 0.0224 سنة. لو أنا ضربت بدل الير حطيت مكانها 365 يوم، يبقى الهواء بيتجدد كل 8 أيام 0.2، تمام كده؟ سوري، تمام. في بقى مسألة تلاتة بيقول عايز حاجة تانية. الستريم فالي مثلا contains 34500 فدان. أنا عندي منطقة أو الوادي بتاعي فيه 34500 فدان شمال ويمين بقدر أرويهم، وأنا الفدادين دول مزروعين خمس أنواع محاصيل 1 و 2 و 3 و 4 و 5. كل نوع من المساحات اللي عندي دي ليها استهلاك غير التاني. أكيد القمح مش بياخد زي الرز، مش بياخد زي الذرة. كل واحد الكونسامبتيف يوز ده يعني ايه؟ يعني ده الفدان بيحتاج 25 سنتي ميه، تمام، في اليوم. الكروب 2 بيحتاج 50 سنتي بس ميه، الثلاثه 40 سنتي، تمام. وكل كل كروب مزروع بالمساحه دي. كروب 1 زرع 6600 فدان، كروب 2 11000 فدان. يعني لو جمعتوا مجموع الفدادين دي المفروض يطلع ل 34500 فدان. بيقول ايه؟ انا في مطر بينزل قيمته 50 سنتي، منه اقدر approximately 30 سنتي is available for crops. يعني ايه ليه 30 سنتي؟ اكيد ال 20 سنتي التانيين انا losses. الميه في مطر بينزل 50 سنتي بس، في 20 سنتي منهم بيروح بقى infiltration، بيروح evaporation. المهم اللي بيفضل على وش الارض 30 سنتي دول اللي اقدر استفيد بيهم للفدان يشرب بيها. عايز يقول طيب انا هحط 30 سنتي للميه، بس المشكله اكيد الكلام ده مش هيكفي الكروبس. عايز يجيب كميه الميه اللي احطها زياده عن طريق الري، دي اسمها كومبلمنتري اللي هي اضافيه تكميليه علشان النباتات دي ما تموتش. بعمل ايه؟ انا عندي طريقتين. اول طريقه امشي على واحده واحده، يعني ازاي؟ كروب واحد هو محتاج 25 سنتي، عنده افيلابل 30 سنتي، خلاص يبقى مش محتاج حاجه خالص. كروب 2 50 يبقى محتاج 20، كروب 3 40 يبقى محتاج 10،
ده 28 يبقى مش محتاج حاجة خالص، ما انا عندي 30 افيلبل. المية يبقى محتاج ايه؟ 100 ناقص 30 يبقى محتاج 70. يبقى ممكن اقول التوتال ووتر اللي انا محتاجه 70 سنتي في 5400، 10 سنتي في 9000، 20 سنتي في 11000. تمام؟ دي طريقة. في طريقة تانية approximately، تمام، ان انا اجيب التوتال كله على بعضه. ازاي اجيب التوتال كله على بعضه؟ ال 6600 محتاجه 25، 6600 في 25، 11050، 9040، 2500 في 28، 5400 في 100. يبقى ده توتال ووتر الاحتياج. طب وتوتال ووتر الافيلابل 30 سنتي في ال 34500. اطرح الاثنين من بعض، تمام، اجيب كميه الميه الزياده اللي محتاجها. ده حل وده حل، تقدروا تشتغلوا بالاثنين زي ما انتوا عايزين. تمام كده؟ الاثنين accepted، مفيش فرق بينهم. طيب آخر example، الاكزامبل 4 بيقول if the mean annual runoff of a drainage basin 10,000 كيلومتر مربع، يبقى أنا عندي المية اللي ماشية اللي خارجة من الكاتشمنت قيمة المساحة بتاعته 100,000 كيلومتر مربع، خارج منه 140 متر مكعب per second. الانيوال بريسيبيتيشن كمية المطر اللي نازلة في السنة 105 سنتي. عايز يحسب الانيوال افريج ايفابوترانسبيريشن لسنة واحدة. وستيت يور اسامبشن، يعني ايه ستيت يور اسامبشن؟ انا هعمل افتراضات، مش انا اول افتراض انا عندي المعادلة بتاعت الووتر بانس بيقول التغير في الاستورج يساوي ان فلو ناقص اوت فلو. هو ما ادانيش ان في ستورج، يبقى افترضه بزيرو. اي حاجة الاسامبشن بتاعي، اي حاجة مش موجودة هكتبها وبعدين اقول هفترضها بصفر. تمام كده؟ يبقى هاجي هقول التوتال فوليوم اوف بريسيبيتيشن عبارة عن ايه؟ هو 105، يبقى 105 سنتي على 100 عشان اجيبه بالمتر، واضربه في التوتال اريا اجيب الفوليوم في 10,000 في 10 اس 6 اجيب الفوليوم بالمتر المكعب، يبقى 1.05 في 10,000 في 10 اس 6 1.05، ده الفوليوم بالمتر المكعب. طيب عايز اجيب التوتال فوليوم ران اوف بالير، هو ايه اللي 140 متر مكعب في السكند؟ يبقى 140 في 365 يوم في 24 ساعه في 60 دقيقه في 60 ثانيه، اجيب التوتال في السنه. طب والتوتال فوليوم بتاع الايفابوترانسبيريشن اجيبها ازاي؟ تمام، هجيبها ان انا عندي الووتر بالانس بتاعي بسيط جدا، ان انا هقول الاستورج بتساوي زيرو وبتساوي الانفلو ناقص الاوت فلو. الانفلو اللي عندي هو البريسيبيتيشن، تمام، الاوت فلو بتاعي الران اوف زائد الايفابوترانسبيريشن. يبقى انا اقدر اقول الايفابوترانسبيريشن هي الانفلو ناقص الاوت فلو اللي هي 100 1.05 في 10 اس 10 ناقص 4.42 في 10 اس 9، هو دي التوتال ايفابوترانسبيريشن. ده الانيوال افريج. خلاص، لو انا عايز احسبها بالدبس اقسمها على التوتال اريا، هي دي كفوليوم. عايز احسبها دبس يبقى احسبها على التوتال اريا. الاسامبشن اللي انا خدته عباره عن ايه؟ ان انا اهملت اي تشنج في الاستورج واهملت الجراوند ووتر فلو. تمام كده؟ في اي اسئله معاكم؟ دكتور، اتفضل. هو النظري ده عشان نفهمه كده بس ومش هيجي في الامتحان، ولا الامتحان هيبقى فيه النظري برضه؟ بصوا ما تقلقوش من النظري خالص. ليه بقى؟ الجزء الاولاني ده اللي هو قصدك ايه؟ التعريفات بتاعت الاستورج والانفلتريشن والكلام ده، صح؟ لا ده ما تقلقش منه خالص. اولا الهيدرولوجي وعلم الهيدرولوجي لا اكيد مش هيجي النظري بتاعه دول. تمام، احنا المحاضرات اللي جاية لو خدت بالك واحدة واحدة هنشرحها بالتفصيل، فمش هتبقى محتاج تبقى حافظ يعني ايه precipitation يعني ايه evaporation. انت هتفهمها وتقدر تكتبها باسلوبك، يعني انا مش عايزة حد يسمعني definition خالص اكيد. انما لو قلت لك يعني ايه، ايه الفرق بين evaporation والtranspiration، لو انت شايفها هي صعبة دلوقتي ما تقلقش منها لسبب بسيط قوي. انا عايزة اوريك كده، بصوا احنا المحاضرة اهي، ده جدول المحاضرات، في محاضرات كاملة يعني المحاضرة اللي جاية كاملة على precipitation والdepth calculation،
خلاص هتفهمها وتحفظها الووتر لوسز والكالكوليشن، فهتقدر تكتب باسلوبك يعني ايه ايفابوريشن يعني ايه ترانسبيريشن، هتكتب يعني ايه بريسيبيتيشن، في محاضره كامله على الرين فول والران اوف وازاي نحسبهم، فلما اجي اقول لك يعني ايه ران اوف ويعني ايه رين فول اكيد هتعرف تكتبه. تمام، فما تمام. تقلقوش خالص من الحته دي يعني. تمام تمام، في اي اسئله تانية؟ لو سمحت يا دكتور في اخر اكزامبل خالص، في يعني اخر اكزامبل الستورج تشينج دي انا افترضت ان هي بزيرو صح؟ صح كده. انا كل المعادلات اللي اشتغلت عليها هقول لك كده ممكن نكتبها، هي معادلة واحدة الأولانية دي، فاكر اللي احنا كتبناها دي المعادلة الوحيدة، قلت الستورج عبارة عن inflow ناقص outflow، inflow كان precipitation، outflow evapotranspiration، ناقص النت بقى اعتبر ناقص الرانوف راح معتبر مين، راح قال لك افرض اي assumption انت عايزه، رحت انا عاملة ايه، رحت انا عاملة دي افترضتها زيرو ودي افترضتها زيرو عشان اريح نفسي، لان انا عندي دي مجهولة دي جيفن ودي جيفن، يبقى ده الحل الوحيد صح. وهو قال لي يعني معنى storage change يعني ايه تمام، يعني ايه storage change يعني تغير في المخزون، يعني انا عندي اهو الكاتشمنت بتاعتي المفروض اللي داخل يساوي اللي خارج الا في حالة واحدة، لو انا اللي داخل ده زي ما اثيوبيا عملت بتعمل دلوقتي بسد النهضه، احنا اللي داخل لها ككميه امطار يساوي اللي خارج ما عدا لو في ايه بخ نتح كده، انما اللي هي بتعمله ده تشينج في الاستورج، ان انت تخزن جوه الكاتشمنت بتاعتك، ده التشينج اوف ستورج، يبقى تغيير في التخزين، بتحط لي حاجه جديده بقى ايه هندسيه كده مش الطبيعيه، مش جراوند ووتر وانفلتريشن وكده، لا انت رحت حاطط خزان ومخزن في البحيره اللي خلف السد بتاع النهضه، فهو ده الاستورج. يعني دي المايه الزياده، يعني دي المايه اللي انت هتحبسها جوه الكاتشمنت بتاعي بالظبط. ما هو انا اللي خارج ده يعتبر مثلا ده الاستهلاك بتاعي ونقصت منه الفواقد، يبقى دي المايه الزياده بدل ما تتسرب وتتفقد كلها، انا بخزن يعني دي المايه الزياده طبعا. دي الزياده اللي انت بتحتفظ بيها بالظبط كده، اللي بتفضل واقفه صح كده، برافو عليك صح. شكرا. تمام، في اي اسئله تانية؟ تمام كده، طيب خلاص، يبقى ان شاء الله نشوفكم بقى يوم الحد في الكليه. انتوا بتحضروا بناء على ايه بقى؟ بتتقسموا جروبس صح؟ هو المفروض في كان في تو جروبس، بس اعتقد ان احنا كلنا لينا الميعاد بنحضره خلاص. تمام خلاص، طيب خلاص، يبقى ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الحد، وزي ما اتفقنا المحاضرة انا عامله لها اهو خلاص، هعمل